نتابع وإياكم التغطية المباشرة من برقة البلد التي قاومت منذ سنوات طويلة الاستيطان والمستوطنين، واستطاعت بجهود شبابها أن تدحر المستوطنين من جبل القبيبات أو الظهور أو مستوطنة حومش، لكن المستوطنون يحاولون العودة إلى ذلك متذرعين بالحادثة التي وقعت قبل نحو أسبوعين بمقتل أحد المستوطنين. ومنذ ذلك اليوم حتى هذه اللحظة وبرقة تعيش حالة من المواجهة الدائمة مع المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. الأستاذ شادي أبو عمر، وهو أمين سر حركة فتح في برقة. أول شيء الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، حياك الله. يعني إن حطينا الناس بصورة الأحداث اللي بتصير اليوم، شو التفاصيل؟ التفاصيل انه هذول المستوطنين بدعوا على صفحاتهم لمسيره لعوده الكبيبات، هي منطقه حومش المخلاه قديما. في قرار 2005 قرار سياسي تم اخلاء هذه المستوطنه، في 2012 اجانا قرار، اخذنا قرار من محكمه العدل العليا بال 2006. هم عادوا كم من مستوطن على هذه المنطقه، منعونا ندخل الى الاراضي هاي، وقفنا محاميه من مؤسسه يش دين. في 2012 اخذنا قرار من محكمه العدل العليا الاسرائيليه ممنوع دخول الاسرائيليين لهذه المنطقه. دمت الأحداث حتى انقتل المستوطن على باب حومش. لكن خلال برضه السنوات الماضية كان يمنع، أي يعني ضمنيا حتى من الاحتلال. صحيح، كان يمنع أننا ندخل على هاي المنطقة، وكانت الاعتداءات دائمة يومية أو أسبوعية أو شهرية. أي حدا بيمسكوه بالمنطقة كانوا يضربوه ويعرضوه ل يعني ضرب مبرح للاحتلال. هسه احنا ظلت الاحداث تجر لحد ما انقتل المستوطن هذا. المستوطنين بلشوا يدعوا انها في مدرسه دينيه واسمها شوماس، وبدعوا الى العوده الى هاي المنطقه. احنا بنوصل رسالتنا للعالم كله، احنا بالانتفاضه الشعبيه وبصدورنا العاريه لن نسمح بعوده المستوطنين الى هاي الارض، هاي الارض ارضنا وهاي البلاد بلادنا. وبرقة عصيه عن الانكسار من ثوره ال 36، وهي تقدم الشهداء والجرحى والاسرى. كل صفقات تبادل الأسرى كان لبرقة إلنا نصيب الأسد فيها. فإحنا بنتمنى من شعبنا المقاوم أن يعني يستمر في نضاله حتى تحرير فلسطين جميعها. هذه المستوطنات مستوطنات زائلة بإذن الله، المقاومة مستمرة حتى دحر آخر مستوطن من هذه البلد. نعم أخي شادي، يعني واضح جدا أنه الاحتلال الإسرائيلي، يعني ها الآن هناك إطلاق قنابل غاز. يعني كنت لسه بدي أسألك، ما بين كر وفر بشد وبرخي، هل في سياسة واضحة في برقة في تعامله مع المسيرة في برقة؟ هي السياسة غير واضحة، سياسة قمع. الاحتلال يعمل على سياسة القمع والضرب، وأنتم كما ترون المسيل للدموع والصوتي إرهاب الناس في بيوتهم الآمنة. المستوطنين يتهجمون على البيوت في ساعة الليل، في ساعة النهار، في وضح النهار، بحماية الجيش. هذا الجيش الذي ترونه هو يأتي لحماية المستوطنين، ليس لحماية الشعب الفلسطيني كما يدعي. يعني خلال الفترة الماضية في عشرات الإصابات، وأنت أحد اللي تعرضتوا لإصابة، شو اللي صار معكم؟ إحنا في 15/11 توجهنا إلى منطقة حومش لنزرع شجر، لنثبت للعالم إنه هاي الأرض أرضنا. تفاجأنا بوجود عدد كبير من المستوطنين، في عملوا لنا كمين، أول ما فتنا سكروا علينا الطريق وهجموا علينا بطريقة منظمة، إطلاق نار، في حاملين مواسير يضربوا الكزاز السيارات، رشوا علينا غاز إحجار. تم ضربي بالغاز في وجهي اول شيء، بعدين دشوا علي بالعصي، بلشوا هذا، فتحوا لي راسي 35 قطبه. ورغم هيك احنا صامدين وراح نواجه المحتل، انا ايدي مكسوره وراح اضلنا نقاوم. احنا في برقه نورث النضال وراثه. كل الاحترام لك، شكرا لكم. اذا برقه كما ذكر هي يعني مدرسه، تاريخ لبرقه طويل في مقاومه الاحتلال الاسرائيلي، لكن عوده المستوطنين الى حومش هنا المشكلة الكبيرة. عودة المستوطنين إلى حومش سيكون لها يعني مخاطر شديدة على المنطقة بشكل عام. سنحاول أيضا التواصل مع أحد القيادات من حركة فتح، الأستاذ إن استطعنا أن نصل. يمكن، نعم، أستاذ جهاد المسيمي، إحنا على الهواء مباشرة. برقة اليوم تقاوم، بيتها قاومت، والكل موجود هنا. رسالة الشعب الفلسطيني، رسالة الشعب الفلسطيني ليس للكيان الصهيوني لوحده، بل لكل العالم الذي تواطأ مع هذا الكيان، بأن الشعب الفلسطيني لن يخضع ولن يستسلم. وإذا كان اليوم لدينا بيتا وبرقة وبيت دجن واللبن، وكان لدينا نعلين وبلعين والمعصرة والمسافر، ولكن
هذه مقدمة كي تكون انتفاضة تفوق انتفاضة 87، لأن تعودنا بأن هذا العالم لا يمكن أن يتحرك لصالح القضية الفلسطينية إلا إذا كان هنالك مقاومة فعلية تمتد على كل الأراضي الفلسطينية، ليس من أجل الشعب الفلسطيني سيتحرك، بل سيتحرك من أجل حماية هذا الكيان، وهذا الكيان محكوم عليه بالزوال بإذن الله تعالى قريبا. هذا موقف رائع، وكم يمكن أن نحث الناس على المشاركة؟ بعض الناس ممكن بسبب الأحداث السياسية ترى أنه الأمر يعني لحظي، ما الدليل أو ما الضمان أن يكون هذه المواجهة دائمة؟ باعتقادي حاول كثيرا من الدول أن توصل الشعب الفلسطيني إلى حالة الاعتماد على الآخرين، ولكن الشعب الفلسطيني أدرك تماما أن لا يستطيع أن لا يعتمد على أحد، هو يعتمد على نفسه، سواء كان ذلك بمعيشته أو باقتصاده أو بحياته الاجتماعية، وكذلك بالوضع السياسي والوصول إلى كرامته الوطنية، والكرامة الوطنية لا يمكن أن تكون لدى فرد فلسطيني إلا في حالة المقاومة. هذا الكلام يدركه كل الشعب الفلسطيني، ولكن عندما يصبح وجدان الأمة بأكمله واصل إلى هذه القناعة كما وصل عام 87 سينتفض الشعب الفلسطيني بأكمله. ليس هناك مؤشرات إذن؟ بالتأكيد، إن ما جرى ببيتا قبل أيام هو ببرقة قبل أيام هو دليل على ذلك، بحيث أن بيت برقة كان يأمها الآلاف من كل المحافظات بلا استثناء، ليس المحافظات القريبة بل أيضا وصل من بيت لحم إلى برقة. هذا دليل على أن الشعب الفلسطيني جاهز لأن يذهب إلى أي مكان لاسترداد كرامته الوطنية واسترداد وطنه، على اعتبار أننا وصلنا إلى حالة من اليأس والإحباط من المجتمع الدولي، ولكن لم نحبط ولم نيأس من أنفسنا، فإذا علينا أن نعود إلى الاعتماد على ذواتنا من خلال العملية النضالية المتواصلة بغير توقف. لا نتحدث بكلام إنشائيا، ولكن نتحدث بواقع الحال المجرب. عندما أضرب الشعب الفلسطيني في عام 36 لمدة 6 شهور أصدروا لنا الكتاب الأبيض، وعندما كانت انتفاضة 87 أصدروا لنا اتفاقيات أوسلو. الآن تراجعوا عن كل هذه الاتفاقيات وداسوا على هذه الاتفاقيات التي كان بموجبها يجب أن تقام الدولة عام 99. الشعب الفلسطيني يدرك هذه الحقيقة، يعطي مجالا ومدى معين، ولكننا إذا سألنا شبلا فلسطيني لا يتجاوز من العمر 10 سنوات سيتحدث بما نتحدث فيه الآن نحن. إذا بقيت الأمور على مقاومة شعبية فهذا جيد، من الممكن أن تتطور إلى غير ذلك باستخدام كافة الأساليب النضالية في المقاومة الشعبية، لأنها ستصبح متاحة أمامنا طالما أننا أمام عدو لا يؤمن باتفاقيات ولا يستطيع أن يطبق هذه الاتفاقيات، لأنه محكوما إلى قوى غربية يعتقد أنها قادرة على حمايته، وأقصد بهذا أمريكا تحديدا. سؤالي الأخير ولن أطيل عليك، إحنا على أبواب المجلس المركزي، كيف ستكون القرارات لدعم ما تقوله؟ باعتقادي أن المجلس المركزي إعادة ترميمه بالنقص الذي حدث به، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة التنفيذية، هي إعادة الأمور إلى نصابها، بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية لكل مكونات الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية جزءا من هذه المكونات، وبالتالي الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وبكل الساحات ينتظر القرارات التي ستخرج من المجلس المركزي، وبالتالي تفعيل الحالة الفلسطينية في كل ساحة من الساحات، سواء كان الساحات المركزية أو الأقاليم الأخرى الموجودة بالعالم. بمعنى آخر أن 14 أو 15 مليون فلسطيني سيكونوا هم أيضا في هذه المقاومة، وهذا يعتمد على الأداء الذي يقوم به أبناء شعبنا الفلسطيني هنا في برقة، في بيتا، في بيت دجن، في اللبن، في نعلين، في بلعين، في المعصرة، في المسافر، في طباس، في كل مكان. هذا سيلقي بظلاله أمام هذا الوضع المتردي، وأنا باعتقادي أن الجماهير العربية أيضا تنتظر هذا الكلام، لأنها لا أريد أن أنظر إلى المواقف الرسمية، ولكن عندما ننظر إلى الشارع العربي الذي كان يخرج بالملايين تأييدا للشعب الفلسطيني سنعيده إلى سيرته الأولى، والحلم الذي كان يحلم به الأمريكان بأن تكون ساحة الشرق الأوسط هي ساحة معركة للدعم اللوجستي لحروب قادمة هي تضعها بأدمغتها، سيكون هذا حلما بالخيال لن يتحقق لها، فالشعب الفلسطيني
والشعب العربي يقبل خضوع ويقبل استسلام ويقبل أن يكون تحت الراية الأمريكية. شكرا استاذ جاد، تحياتي للاستاذ جاد المسيمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح. إذن في هذه التغطية المواجهات، أو نسمع هناك صوت لإطلاق قنابل الغاز وأيضا القنابل الصوتية تجاه الشبان هنا. بشكل عام حتى الآن نسبيا الأمور هادئة حتى الآن، وبالتالي نحن نتابع ما يجري في برقة. كان قبل قليل احنا سنحاول التواصل مع المسعفين لمعرفة او تقييم الحدث على ارض الواقع حتى اللحظة كيف تسير الامور، لكن نسبيا ما تزال الاوضاع هادئة حتى اللحظة. إذن سننهي هذه التغطية الآن خلال هذه الدقائق، وبعد ذلك سنعود إن جد أي جديد في برقة بشكل مختصر ومباشر. المواجهات نسبيا هدأت في هذا الوقت، هناك إطلاق للقنابل الغازية تجاه الشبان وإشعال الإطارات المطاطية من الشبان ورشق قوات الاحتلال بالحجارة. إذن كانت هذه التغطية من برقة.